احنا بنمتحن الناس لمدة 6 شهور، يعني بنقعد نمتحن بني ادمين لمده 6 شهور، لاننا بنمتحن حوالي 4 5 آلاف واحد، وبنمتحنهم على 3 مراحل. المرحله الاولانيه بنترك المتقدم هو اللي يجيب هو داخل يمتحن بايه، وده في حد ذاته امتحان له، لانه في ناس كتير جدا بتيجي بمشاهد من افلام، وفي ناس بتيجي تقول نكت، وفي ناس مش عارف ايه. وطبعا ال 7000 دول ولا ال 6000 دول بيفضل منهم مثلا بعد الامتحان الاولاني دول حوالي 1000. الألف اللي بيخشوا دول بيخشوا امتحان تاني، احنا اللي بنحط المواد المادة اللي انت هتمتحن بيها. بنعلق على باب مركز الإبداع أكتر من 20 مشهد، والعشرين مشهد دول ما بين العامية والفصحى، وما بين الكوميديا والتراجيديا، وما بين الكبار في السن والصغار في السن والعجائز والشباب. وعليك أن تختار المشهد اللي انت هتمتحن بيه جوه مركز الإبداع الفني، وايضا اختيارك للمشهد هو جزء من امتحانك، لانك لو اخترت شيء مش مناسب ليك فانت بتفقد عندنا درجات. انت اخترت ده ليه اصلا وانت داخل تمتحن بيه؟ ثم بعد ما بيقل العدد ده لحوالي 400 500 شاب وفتاه، بندخلهم جوه المركز يخشوا كطلبه جوه المركز، بيقعدوا معانا لمده شهر. بياخدوا، ممكن استاذنك بس عشان بس انا بتوتر اما حد يقعد يتكلم قدامي كده. بنحطهم جوه المركز زي ما يكونوا بيدرسوا جوه المركز، وبيعدوا على كل المدرسين جوه المركز، بيقابلوا الدكتوره نجاة علي، وبيقابلوا الاستاذ عصام السيد، وبيقابلوا الاستاذ عماد الرشيدي، وبيقابلوا ضياء ومحمد مصطفى.